مراسيم افتتاح فعالية البطولة الجهوية للكرة الحديدية ما بين مصالح الشرطة التي تحتضنها هذه المرة أمن ولاية تيسم سيرت. مثل هذه التظاهرات جاءت من منظور يتماشى والسياسة المنتهجة من طرف قيادة المديرية العامة للأمن الوطني لترقية مختلف الرياضات في وحدات الشرطة. لا أريد أن أفوت هذه الفرصة لأذكركم بمبادئ المنافسة النزيهة وسمو الأخلاق الرياضية التي أكيد ستكون ترجمتها في الميدان بضمان أمن وسلامة إخواننا المواطنين في شخصهم وممتلكاتهم، معزين بذلك الثقة والولاء بمؤسسة خاصة والوطن عامة. أجدد ترحيبي وشكري لكل ضيوفنا الكرام وعلى رأسهم السيد ولي الولاية على تلبية الدعوة ومشاركة للكرة الحديدية بأم ولاية تيسم سيرت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضابط شرطة رئيسي بايا جمال، رئيس وفد أم ولاية تيسم سيرت. ضابط رئيسي بغداد إبراهيم، رئيس وفد أم ولاية بايا. ضابط شرطة شعبان قدر، رئيس وفد أم ولاية سعيد. تتشرف مصالح أمن ولاية تيسم سيرت باحتضانها البطولة الجهوية للكرة الحديدية ما بين مصالح الشرطة للناحية الغربية وهران للموسم الرياضي 2023-2024 خلال 3 و4 من جونفي 2024، والمنظمة بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية وهران، أين تعرف مشاركة 75 رياضي يمثلون 12 أمن ولاية للناحية الغربية سيتنافسون للظفر بالمراتب الأولى المؤهلة للبطولة الوطنية بذات الاختصاص. عادي عادي.